احنا عندنا حاء بالشكل ده كبيرة او رأس حاء او جيم كبير. هي دي اللي بتستخدم مع حرف الحاء المفردة، ثم حاء بهذا الشكل. الاثنين حاء، ولكن دي لها أحوالها ودي لها أحوالها. طيب أحوال هذه الحاء خمس، تأتي مع الحاء ميم تأتي مع الحاء راء في حرية مثلا. لاحظ طريقة مسك القلم في رسم الحروف، حياء في حي مثلا أو ناجي، مع الحاء حاء زي حج مثلا، أو حاء هاء متصلة زي جهة أو جهاد، أو حاء هاء منتهية أو تاء منتهية. ولكن هذه يمكن، بالذات هذه يمكن مع الهاء أن تأتي الأخرى، وارد أن تأتي هذه وارد أن تأتي هذه الرأس، لكن المعتمد عليه أو الكثير الاستخدام الخمس حالات هذه. طيب عايزين استخدامات لاثنين، هكتب حسن مثلا، يمكن ان اترك السين بدون اسنان ويمكن ان اكتبها باسنان. ففي حالة الأسنان هي بس سنة صغيرة كده، واحد اثنين ثلاثة، سنة صغيرة سنة أكبر شوية ثم النون. حسان مثلا، أدي سنة صغيرة بسن القلم ثم أكبر شوية تبقى حسان. طيب حاء صاد، حاء قاف، حاء فاء، حاء واو، حاء كاف، ليه ما استخدمتش هذه الرأس مع الميم ومع الراء ومع الياء ومع الحاء أو ما في حكمها أو مع الهاء وسطي؟ السبب الوحيد الجمال، جمال الحرف ميم مع حاء أقوى من جمال
هذه الرأس مع الميم. لو حبينا نعمل مثال موجود، لو انا عملت حاء دي الثانية رقم اثنين وميم، لو اخذنا رأي مجموعة هنقول ايهما اجمل، هذه الحاء مع الميم ولا هذه الرأس من الحاء مع الميم، ايهما اجمل؟ انا متأكد ان ذوي القدرة على الحكم على الجمال هيقولوا امرأة هذه الحالة. طيب تعالوا نستخدم الحاء هذه مع الراء ونستحكم أيهما أجمل، هذه الحاء مع الراء، هذه الرأس مع الراء ولا هذه الرأس مع الراء؟ أنا متأكد أنه هيقولوا هذه الرأس مع الراء. نفس الكلام احنا بنعمل اختبار، هذه الرأس مع الياء ونستحكم برضه، هذه الرأس مع الياء أجمل ولا هذه الرأس مع الياء أجمل؟ أنا متأكد أن هيقولوا هذه. كذلك الحاء مع الحاء أو مع الجيم، حج مثلا، يمكن 90% من طلاب اللي أنا شفتهم لما أقول لهم اكتبوا حج يكتبوا هذه. طب أيهما أجمل، هذه ولا هذه؟ أكيد هذه. وبالتالي هذه الجيم مع الهاء أيهما أجمل، هذه الجيم مع الهاء ولا هذه الرأس مع الهاء؟ في الحقيقة أنا لازم أحكم على دي بأنها خطأ، وهذه خطأ، وهذه خطأ، وهذه خطأ، وهذه خطأ، إلا هذه الحالة يمكن الهاء المنتهية أو التاء المنتهية أن تأتي مع هذه وتبقى جميلة، وهذه أيضا تبقى جميلة. اللي حط قواعد أساتذتنا القدامى الذين ابتكروا قواعد خط الرقعة من أيام الدولة العثمانية واستحكموا الكثير وراوا أن هذه الحروف أكثر جمالا مع الرأس رقم واحد وأقل جمالا مع الرأس رقم اثنين.